احمد سيربو، عضو اللجنه الجهويه للمجلس الوطني لحقوق الانسان لجهه الرباط سلا قنيطره. هذا اللقاء هذا جاء في اطار المقاربه الشراكيه اللي كيامن بها المجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث انه من يصدر التقرير ديال فعليه الحق في الصحه كان ضروري اننا نشاركوا كل الفئات والهيئات اللي كتهتم لا بالعمل الجمعوي او لا بالصحه. شفتوا بان كانوا معنا اطباء، كانوا معنا جمعيات اطباء، كانوا معنا جمعيات ديال المجتمع المدني، كانوا معنا فاعلين في قطاع الصحه. دونك فيها فين تم النقاش ديال التقرير، وكذلك كانوا نقاشات حول لا ريفورم الجديده اللي غتكون ديال الصحه اللي صادق عليها البرلمان بالامس. دونك ناقشنا اوجه التقاطع بين لا ريفورم اللي كاينه جديده وبين التقرير ديال المجلس الوطني للحقوق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابرباس، رئيس جمعيه مسارات التنمويه، جمعيه وطنيه تعنى بمواكبه تنزيل النموذج التنموي الجديد. حضرنا بدعوه من المجلس الوطني لحقوق الانسان المكتب الجهوي باش نشاركوا في يعني في هذا التقرير اللي تصاغ، وتقرير يعني فيه محاور اساسيه اساسا ما يتعلق بالمقاربه المندمجه وتجاوز المقاربه القطاعيه. وفعلا هذه من الافات ديال قطاع الصحه، لان قطاع الصحه بوحده لا يمكنه ان يعطي الحلول الناجعه للخصاص والهشاشه اللي تعني الناس الساكنه والمغاربه كاملين. لذلك هذه المقاربه المندمجه تشارك فيها كل القطاعات الحكوميه من الداخليه الماليه العدل التعليم. اذا هذه المقاربه هي اللي ممكن انها توصلنا للورش الملكي والتوصيات الملكيه اساسا ما يتعلقوا بالتغطيه الاجتماعيه، لان يعني التغطيه الاجتماعيه هي اللي غادا تواجه المشكل ديال المستشفى ما فيهش ماتريال، المشكل ديال الخصص ديال الاطر الطبيه، لان القطاع الخاص غادي يولي مندمج غادي يولي تيكمل القطاع العام بطبيعه الحال. وغادي نحاربوا ايضا ما يسمى بالتفاوتات المجاليه، بمعنى هذا المركز اللي فيه فقط المستشفيات وفيه الكلينيك، يعني المقاربه المندمجه تتمشي للمجالات كامله والمدن كامله باش انها توفر تغطيه صحيه يعني للجميع. وفي المستوى اكيد بان هناك اكراهات وهناك عراقيل، ولكن هذه استراتيجيه عمل فيها الدوله يعني مشاركه بقوه، وفيها المجلس الوطني كمؤسسه دستوريه بطبيعه الحال، وفيها حتى احنا موقعنا كمجتمع المدني خصنا نعرفوا بهذه الاوراش وبهذه التقارير اللي فيها العلميه وفيها الاحترافيه وفيها الواقعيه. يعني هذا هو الاساس من المشاركه ديالنا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.